مرحبا شباب، اشلونكم احوالكم؟ قبل كم يوم صورت لكم مقطع فيديو انه الجولد فيش بيوضع على الطحالب. بصراحة نجحت عملية وضع البيوض على الطحالب وخرجت عندي افراخ بعداد كبيرة. حبيت اني اشارككم هاي المعلومة وان شاء الله تستفادون منها. راح ارفق لكم الفيديو مال الافراخ. هذه التفقيسة مال قبل 3 ايام اللي صورت بيها الاسماك من وضعت بيوضها على الطحالب. راح ارفق لكم الفيديو على مود تشوفوه. وهاي التفقيسة تشوفون حطوا افراخ بعددهم مش قد هواية. نجحت عملية وضع البيوض على الطحالب، وطبعا النبات البلاب همينة اني اشجع عليه هذا النجاح اللي يصير عندي. انا اصور لكم بصراحة الحالات العملية الحقيقية، يعني ما اقعد انظر اقعد ورا كرسي وانظر، وانما اصور لكم شفتوا حالة حقيقية تصير. انا اشوفها افضل، يعني اكو بعض الاخوة يقول لي لا لازم تقعد تحكي هواية، بس هي لا، انا اصور فقط عم لا اطول عليكم الفيديو. هاي الطحالب اللي انا وضعتها، راح اشوفكم تشوفون افراخ الاعداد مالتها. هاي الطحالب وهاي الافراخ. شوي التصوير مظلم لانه بعدنا بساعة الاولى للنهار وقاعد اصور عملية تكاثر جديدة. طبعا هذني الاورندات من اجمل الاورندات الموجودة عندي. بالاكيد بعض الاخوة يمتلك اورندات احلى، بس انا بالنسبة لي يعني عندي هاي الاورندات احلى ما موجودة عندي. عمرهن تقريبا اقل من سنة. عندي هذا ذكر كلش حلو، والانثى اللي اذا توضع البيض هم حلوة، اللي هي هاي دي عصرون بطنها. هاي راح تستمر عملية التكاثر لغاية الساعة 11 صباحا، يعني تبدي من 12 مساء وتنتهي لحد الساعة 11 صباحا. من اوضع حوض جديد للتكاثر اخذ نفس الحوض المي اللي كان بيه على ما تنتقل الروائح مال تكاثر للحوض الثاني، بالاضافه ما انطيهم طعام لغايه انتهاء عمليه التكاثر، لان اذا انطيناهم اي طعام راح توقف عمليه التكاثر. وعمليه بسيطه، من توضع البيوض نحافظ على حراره المي بين درجة حرارة 22 و 23، ننتظر 3 ايام راح تفقس البيوض كل ما هنالك. بعد ما تفقس البيوض نعطيهم اما ارتيميا او صفار البيض كميات قليلة وزيادة الفلاتر، عدد فلاتر لتقليل العفر. ان شاء الله عجبكم الفيديو وتستمتعون بالمشاهدة. اصبح اليوم عمرهن 10 ايام. هذني الافراخ اللي الامهات وضعت بيوضها على الطحالب، فقست الحمد لله اعدادهم زينة. اني رفعت الطحالب من الحوض لانه بدأت تتراكم عليه الاوساخ وصار من صعب المحافظة على نظافته. رفعتهم بقيت البلاب شوية يعطيني مخابئ للصغار، لان اكو تفاوت بالاحجام. الجولد فيش الكبيرة تأكل الصغيرة، فشوية البلاب يعطيها فرصة للصغيرة انه تختبئ بين الاغصان. وخال اني حلزون كبير يحافظ لي على نظافة الحوض، واني ابدل المي بصورة دورية كل يوم، كل 24 ساعة ابدل 50 إلى 70% من المي بمي معتق، اما اخذه من حوض الاسماك الكبيرة او اللي اني ضامه على صفحة، بس الاغلب اخذه من الحوض الاسماك الكبيرة اللي هو اصلا مصفى ونظيف، وبالاضافة للفلترة اللي هنا انا موفرها
أنا هسه موقف الفلترة على مود التصوير، صحتهن هم زينة وأعدادهن هم زينة. هذا كل حبيت أصور لكم إياه، إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وتحياتي لكم.